الإفادة التي قام بها فولكر أمام مجلس الأمن عن الوضع السوداني كانت غير مرضية لمجلس السيادة والمكون العسكري عموما، لأن فولكر يعني قدم رؤية إنسان عايش الأوضاع وعرف يعني دقائق الأمور، فقدم حقيقة تقريرا وافيا حتى أنه أدهش من كانوا يعارضون وجوده من القوى السياسية، لأن كان الحديث فيه شفافية عالية، فيه حديث عن الانتهاكات التي مورست خلال المسيرات المليونية ووجود الشباب في الشارع على مدى زمني طويل جدا، والمواجهة التي يعني يتعرضون لها من خلال يعني عنف مفرط. فكان التوصيف فولكر للوضع السوداني فيه نوع من الدقة، كان في حديث عن اتصاله بأصحاب المصلحة كما يقول مصطلحه، أنه تحدث معهم على مدى الأيام الماضية، اكتشف أن ما يجمع السودانيين أكثر من الذي يفرقهم.